هناخد النهاردة التستس. تست عارفين ان هي موجودة في السكروتم، والليفت تستس بتنزل قبل الرايت تستس، عشان كده في السكروتم ابص الاقي الرايت سايد اوف ذا سكروتم لايز ات ا هاير ليفل عن الليفت سايد اوف ذا سكروتم، لان السكروتم از ديفايدد انتو تو هافز، الرايت هاف فيه تستس والليفت هاف فيه تستس. عشان كده الليفت تستس ديسنس ايرلي دان رايت. عشان كده بص الاقي الباك بتاع السكروتم لور دان ذا رايت سايد. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، هذه التستس متغطيه بكبسول، هذه الكبسول بيسموها تيونيكا البوجينيا لان لونها ابيض، البوجينيا هذا فايبرس كبسول كفرنج ذا تيستس. فروم ذيس كبسول ابص الاقي سبتا باسز انتو ذا ستروما اوف ذا تيستس ديفايدنج ات انتو لبيول، ديفايدنج ات انتو كل لبيول ده هو فيه 1 سيمينيفرس تيوبيول او فيه 2 سيمينيفرس تيوبيول او ماكسيمم 3 في كل لوبيول، 1 اور 2 سيمينيفرس تيوبيول. سيمينيفرس تيوبيول دي هي اللي بتعمل سبيرمس، هي اللي بتعمل السبيرمس. ابص الاقي الانس بتاعت هذه السيمينيفرس تيوبيول بيتجمعوا في حته فيها ترابيكيوليشن، فايبرس ترابيكيوليشن، هذه الحته ده بيسموها الريت تستس او الميدياستاينم، بيتجمع فيها السبيرمز من الدكتس دي كلها، وبعدين يطلع منها افرنت دكتيولز، هذه الافرنت دكتيولز تجراحها للهيد اوف ذا ابيديديمس. ومن الهيد اوف ذا ابيديديمس تروح لفي تيوبيولز، تروح للبودي بتاع الابيديديمس للتيل اوف ذا ابيديديمس، وبعدين يجي طالع الفاز ديفرنس ويمشي في السبرماتيك كورد، والفاز ديفرنس يجي داخل في الانجوينال كانال ويطلع من الانجوينال كانال ويدخل البلبس عشان يروح في الايه؟ هنعرف يروح فين في النهاية، هيروح للبروستاتيك يوريثرا عشان السبيرمس تطلع لبره. هبص الاقي التستس ده هي بوستيريور لها او بوسترولاترال لها، احسن بوسترولاترال لها او بوستيريور. هلاقي الابيديديمس، هذه الابيديديمس ده هي عبارة عن هيد وبودي وتيل، هذه الهيد ابص هي دايما اتاتشد للتستس عشان الافرنت داكتيولز اللي طالعه ده اهي، الافرنت داكتيولز ده اهي لازقه الهيد في الابيديديمس، لكن الباقي سيبريت. وابص الاقي ما بين الابيديديمس وما بين البودي بتاع الابيديديمس وما بين التستس بلاقي في حته فاضيه بيسموها ساينس اوف ذا ابيديديمس، حته فاضيه ده، والحته الفاضيه ده هي لاند مارك بتبين لي ان ده الانتيريور سيرفس. وذلك انا لو عرفت اعرف تسس ازاي الاسبرماتيك كورد اللي متعلقه فيه لفوق
والتسس قدامي اهي والساينس انا شايفها معنا ده الانتيرو سيرف. اشوف التسس بتتجه لاني ايد فيا دي بتروح ناحيه الرايت يبقى دي الرايت تسس على طول. فالساينس ده هيت لاند مارك ان ده الانتيريور سيرفيس ده الفرونت والتسس يبقى بوستور لاترال ليها الابيديدمس وبالتالي ممكن اعرف السايد بتاع التسس. تمام مغطي الانتيريور واللاترال سيرفيسز بتاعت التسس والابيديدمس في ساك. هذه الساك ده هيت فيها شوية فلو صغيرين دي مغطية الفرانت بتاع التستس واللاترال اسبكت بتاع التستس والابيديدمس مغطياهم كلهم. دي بيسموها التيونيكا فاجيناليس ودي بيبقى فيها شوية فلويد عشان التستس از موبايل ستراكشر فتلاقي فيه ساك حواليها عشان تسهل الموفمنت وما يبقاش فيه فريكشن اثناء الموفمنت بتاعت التستس. تيونيكا فاجيناليس كل ده كله كلام فاضي كل ده كله كلام فاضي. ما هو الكلام اللي مش فاضي؟ انتوا شفتوا التستس في العملي؟ لسه البلاس سبلاي بتاع التستس هبص الاقي التستس اصلا نازله من الابدومن نازله من اللامبر ريجون عشان كده وهي نازله واخده البلاس سبلاي بتاعها والفينوس درينج بيروح لها برضو والليمفاتيك بتروح لنفس المنطقه اللي طالعه منها اللي هي في اللامبر ريجون حتى البين بتاعها رادييتنج تو ذا لامبر ريجون البين اوف ذا تيسس. فالبلاس سبلاي بتاعها بص الاقي التستيكولار ارت هذا التستيكولار ارت ده هو جاي من الابدومنال اورتا زي ما انتم عارفين جاي من عند ال 3 او ال 2 ومحدش عارف واضحه فيهم بصراحه لا ال 2 لا ال 1 في كتب كاتبه ال 3 لكن از نوت لكن ترى ابدومنال اورتا وبعدين ينزل في السبرماتيك كورد في الانجوينال كانال ويمشي في السبرماتيك كورد تو سبلاي ذا تيستس اند ذا ابيديديمس ذا تيستيكولار ارتري وماشي في السبرماتيك كورد. طبعا انتوا ما خدتوش السبرماتيك كورد لسه. تمام التستيكولار ارت ده امبورتنت في حاجه مهمه جدا وهي تورشن اوف ذا تيستس. ابص الاقي طفل صغير مثلا 7 سنين او ادلت ممكن او راجل كبير مش مشكله لكن يوجوالي في التشيلدرن لانهم كثير الحركه وكثير التنطيط بيتنططوا في كل حته في الشوارع ومعاها وابص الاقي ان التيونيكا فاجينالس ده هي وايد وواسعة وكبيرة فالتستس ممكن تتحرك بسرعة معاها لانها واسعة فوايد لارج تيونيكا فاجينالس ده هي اتهلب ده تستس تو موف اكسسبلي. لما تكسسفلي ابص الاقي تيجي التستس لف على نفسها ده السبرماتيك كورد اهو والسبرماتيك كورد جوه التستيكولار جوه التستيكولار تيجي لف عليه فبص الاقي السبرماتيك كورد اهو يبقى عقد كده كأنك جبت حبل ولفاه والتستس اهي وده اصبح معقود لانه لف على نفسه
دي اللي بيسموها تورشن تيست. ابص الاقي تشايلد يوجوالي تشايلد نمرة 2 suddenly there is severe pain in the testis. هذا البين radiating للانجوينال ريجون وللامبر ريجون وبيبقى severe pain, severe agonizing pain. child during playing, during running, during اي حاجة ابص الاقي sudden severe pain في التستس والبين radiating للانجوينال ريجون وradiating للامبر ريجون وسيفير بين. نمرة 2 اجيب العيان ده هو واكشف عليه ابص الاقي التستس بقت هاي لانها لما تلف على سيرماتوكوس سيرماتوكوس هيقصر فبص الاقي هاي تستس. ثانيا very painful يعني المسا بيصوت ويلم الناس عليا. ثانيا الاقي نوتس في السيرماتوكول لاني لافف فهلاقي عقد فيه فتندر سيفير تندرنس الاقي التسس هاي مش مكانها والاقي عقد فوقيها عند مكان اللفه دي ممكن الاقي سكروتم انفليم زي ما يكون في انفلاميشن ريد وتندر وسوولن السكيم بتاعت السكروتم نفسهم اللي هي بره التستس خالص. ده بيديني فكره ان ديت تورشن تستس. هذه التورشن تستس لازم اصلحها وزن فور لسكس اورز لان لو استنيت على اكتر من 6 ساعات التستس دي ماتت هيحصلها نيكروزس لان ده صادين كاتنج للبلاس سبلاي ما يزيدش عن 6 ساعات تحت اي ظرف من الانست مش من ساعه ما جالي شفته لا من الانست بتاع جالك الساعه كام للالم ده جه الساعه 11 اعد 4-6 ساعات هلاقي الايه ولازم اعملها قبلها اذروايز التستس ويل داي يحصلها نكروزس وتموت وخلاص ولا فيش فايده فيها بقى خلاص انتهى. ممكن تجرب المايك؟ هقرب المايك حاضر. وبعدين خلي بالك انا مريض. سلام. انا عامل حادثه وديت يعني ما مش خطيش فيا لا. ليش خط فيا ليه؟ معلش. انا غلبان يعني بالراحه. اسفه حاجه. ولا عشان انت ليدر يعني. لا حاجك عليا. بتسري عليا، بتسري على واحد غلبان عامل حادثه و الله يسعدك. طيب الراجل ده جال الواد ده جالي طيب الحل الاساسي ان انا الف التستس بيدي الفها بس الفها في اي اتجاه انا وخبرتي بقى لو انا حسست على العقد وعرفت العقده دي الملفوفه كده اجي لففها العكس تيجي فكت وانتهى الموضوع خلص انا متخدر ما يتخدرش الا معاه انه اتخدر هو يجري في الشوارع ويتنط في الشارع وبعدين يجي يعرفني انا واقول له اديله بينج كمان امسكيه وهو من غير بينج واديله واعملي لان اميديت ريليف لو انت عدلتيها كده اهو البين راح والالم راح والطفل استريح وكل حاجه بقت كويسه جدا. طب نفترض ان انا لفتها عكس يعني هي لفه كده وانا لفتها هلاقي البين يزيد او ما البين يزيد اعرف ان انا ماشي غلط اجي راجع تاني لف الناحية التانية الف الناحية التانية كومبليت فري بين راح وكل حاجة راحت والتستس بقى السليمة فده التورشن تستس. تمام ادي اول حاجة للبلد سبلاي بتاع هذا التستس. الفينوس درينج بتاع التستس هبص الاقي التستس الرايت غير التستس الليفت يعني دي الرايت تستس اوكي
ابص الاقي بيطلع فينز من التستس وفينز من الابيديدمس ويعملوا بليكسس اوف فينز جوه السبرماتيك كورد فينس بليكسس وحتى في لينجوينال كانال بيسموها بامبيني فورم بامبيني ولا تغديني بامبيني فورم بليكسس اوف فينز هذه البامبيني بليكسس اوف فينز كتيرة جدا موجودة في السبرماتيك كورد تيجي عند لينجوينال كانال ويبدأوا يعملوا اتنين فينز بس عند الديب رينج خلاص هيدخلوا الابدومن لان دي لينجوينال كانال اهي لسه ما خدتوهاش انتوا فعند الديب رينج يبقى وان فين فقط لا غير يطلع وان فين اسمه التستيكولار فين اون ذا رايت سايد يروح للانفيريو فينا كيفا لكن على الليفت سايد بيروح للليفت رينال فين الانفيريو فينا كيفا اهو بيدي الليفت رينال فين وبعدين بيدي الرايت رينال فين الرايت تستيكولار فين يروح للانفيريو فينا كيفا الليفت تستيكولار فين يروح للليفت رينال فين ليفت رينال فين ده الفينس رينج بتاعته ولازم اعرف الرايت رايح فين والليفت رايح فين ليه بقى لان في ديزيز تاني بيحصل نتيجة هذه المشكلة وهذا الديزيز اسمه ايه فاريكوسيل فاريكوسيل زي ما اسمها فاريكوسيل يعني ابص الاقي دايليتد بامبينيفورم بليكسس اوف فينز البامبينيفورم بليكسس اوف فين بقت بكمز دايليتد فاريكوسيل زي الفاريسز ودايليتد وبص الاقي العيان يجي يشتكي من دراجنج بين دراجنج دراجنج يعني في بين بيشد لتحت يعني من ايه من الكتر البليكسسز دهيت ومع التقل بتاع التستس تعمل دراجنج بين النمره واحد بس مش سيفير بين وممكن ما يكونش في بين خالص لكن دراجنج بين تمام اجي اكشف على الراجل ده اهو ابص الاقي كاركترستيك الاقي السكروتم اولا الفاريكوسيل ده هي از مور كومن ان ذا ليفت سايد مور كومن ان ذا ليفت سايد حد يعرف ليه ايه ممكن صح لان الليفت ده هي رايحه للرينال فين والرينال فين البريشر فيه عالي جدا لكن ده رايح على الانفير فينا كيفا البريشر فيه واطي فيسمح الدم اللي فيه يمشي لكن الدم هنا يجي يمشي يلاقي بريشر عالي ما يمشيش كويس ثانيا ده داخل اترايت انجل ترايت انجل ده دخل داخل دم كده وده جاي كده بيشوط كده فقافل الفتحه من كتر السرعه بتاعته لكن ده جاي اوبليك انجل فالدم يجي ماشي مع ده فعشان كده ثانيا الليفت تستس نزلت قبل الرايت تستس فعشان كده اللينس بتاع التستيكولار فين ده هو اطول من اللينس بتاع التستيكولار فين ده وبذلك الكولن بتاع البلد هنا اطول من ده فالجاذبيه الارضيه بتشده اكتر فيحصل استاجنيشن في الدم هنا اكتر فالاسباب ده يكون الناس اللي عندهم كونستيبيشن عشان ده بيلف بيمشي على القولون الديسندنج كون الناس عندهم كونستيبيشن يجي لهم اكتر فاريكوسيل الاثنين الليفت يروح زيهم لان الامبريولوجي الاثنين هاز ديفرنت امبريولوجيكال سيجمنتس زي الاوفري نفس القضيه بتاعت الاوفري
عندك الليفت اوفري بيروح لمين؟ للليفت رينال فين. الرايت اوفري بيروح للانفير فينا كيف. ده امبريوجيكال لان ده بيمثل امبريوجيكال. الانفير فينا كيف لما تعرفوه من كذا سيجمنت وكل سيجمنت دخل فيها الفين بتاعها، فعشان كده مختلفين تماما. ده الفاريكوسيل. ابص الاقي اعمل له اكزامينيشن الاقي السكروتم بتاع الرايت سايد حلو كويس، الاقي الليف سايد بتاع السكروتم نازل لتحت عن التاني. ابص الاقي ده المفروض يبقى نازل شويه صغير، لكن ابص الاقي نازل بكميه كبيره. ابص الليف سايد اوف سكروتم از لونجر، مش كده وبس، ده انا ابص الاقي على تحت الجلد اهوت اكن فيه ورمز نازله من الدايليتد فينز. ورمز من على الجلد من بره، ابص الاقي نازل وعليه ورمز، اعرف ان هنا ايه؟ في فاريكوسيل. ثانيا اخلي عيني يكح، لو كح الاقي فيه سريل. سريل يعني ايه؟ يعني نغبشه. نغبشة يعني ايه؟ زي القطة بالظبط. القطة وهي تنام تحط على رجلك كده وتنام تعمل كده، ده سريل. ده دياجنوستيك. ده في سريل مع الكف، سريل تمام، اعرف ان ده فاريكوسيل وليفت فاريكوسيل. سام تايمز العين يجي مش بتاع بانفيرتيليتي، ما بيخلفش. ليه؟ لان التستس هي نيدز سبيشال تمبريتشر، لازم تكون 3 ديجري اقل من الابدومن. لما مع زياده الفينوس بلاد اللي موجود تسع، بص هي درجه الحراره بتاعتها تعلى، فالسبرماتوجينيسيس تقل، فالسبيرم كاونت يقل، فممكن يجي له استريلتي. لكن 100,000 واحد عنده فاريكوسيل وبيخلف، فده مش شرط. لكن لو استبعدت كل اسباب الانفيرتيليتي ما عندوش حاجه خالص نهائي، لكن عنده فاريكوسيل اشك في الفاريكوسيل، وفعلا بعد ما تعمل له عمليه الفاريكوسيل بيخلف، بس يكون هو ده الحاجه الوحيده. مش اول ما الاقي واحد عنده فاريكوسيل انت مش هتخلف، لا ده سبب عدم الخلفه، لا ده اخر سبب للخلفه او اخر سبب للانفيرتيليتي. تمام كده؟ كويس كويس. ده كله عليه كيسز 100 مره، والتورشن تسس عليها كيسز 1000 مره، والفاريكوسيل عليه 100,000 مره، وفي العامل نزل. طيب جالي واحد عنده 45 سنه، 45 سنه، هذا الراجل ده هو جاله فاريكوسيل بقى من حوالي ايه 3 اسابيع، وهذا الفاريكوسيل قاله صدم وبروجريسيف، بيزيد كل يوم، بيزيد كل شعر بيزيد، بروجريسيف وصادن وريسنت، لسه ده لسه يعني من 3 اسابيع. الفاريكوسيل ده بيقعد سنين عشان يتكون، ودايما يجي في ادلت واحد مثلا 30 سنه. ايه اللي خليه 50 سنه ولا 50 خليه عشان ما تزعلوش 50 60 سنه كمان؟ ايه اللي خليه يقعد لغايه 50 سنه وما يجيلوش فاريكوسيل، وبعدين يجي له دلوقتي ويجي له فجاه ويجي له بروجريسيف، يعني كل شويه بيزيد عمال يزيد، وريسنت ريسنت يعني جديد. اول ما الاقي العلامات دهيت افكر في رينال ديزيز، وخاصه الليفت كيدني. الرينال كارسينوما كاركترستيك ان الخلايا بتمشي في الفين ولا سد الفين، فتعمل لي رابيدلي اكيوميليتنج فاريكوسيل، رابيدلي اكيوميليتنج فاريكوسيل.
وذلك لما الاقي الصوره دهيت لازم اعمل الترا ساوند ابدومين عشان اشوف الليفت كيدني هل هي فيها تيومر ولا لا. تمام، ده الفاريكوسيل وعليه اسئله كتيره صراحه، خاصه الليفت ديت واحد عنده الحاجات دي الكاركترستيك دهيت. Which of the following is most important investigation? Ultrasound abdomen أو ultrasound chest، ultrasound مش عارف ايه، ultrasound testis للسكروتم. لا ultrasound abdomen، انا خايف ان يكون فيه malignancy وراه malignancy. وزي ما التستس نزلت من الابدومن الليمفاتيك درينج بتاعتها برضو هيروح للابدومن، يعني الليمفاتيك درينج بتاع التستس يروح للبارا اورتيك ليمف نود عن في ترانس بايلوريك بلين تقريبا في ال 2. هو المفروض الترانس بايلوريك بلين ده L1، فعشان كده كاتبينها بارا اورتيك ليمف نود ترانس بايلوريك بلين L1، كان يمشي L1 ايه الاثنين، لكن اكتبوها L1، لكن تعرفوا ان هي L2 وليه ممكن تكون L1. برا اورتيك لينفنود جاست اباف ذا امبلايكس ات ذا ليفل اوف L2 كان بيفلت، لو هي كبيره كان فلت ثرو ذا ابدومن من ابدومن الاكزامينيشن، فالتست بتروح للبارا اورتيك لينفنود دايركتلي. طب نفترض ان واحد عنده كارسنوما اوف ذا تيستس كانسر تيستس، وانا بعمل له اكزامينيشن لقيت الانجوينال، احنا خدنا الانجوينال لقيت السوبرفيشال انجوينال لينف نود دهيت انلارجد وخدت منها بيوبسي كارسنوما، ما الذي وصلها الى هذا المكان؟ ها سكين اوف ذا سكروتم. ليه؟ لان التستس اهيت والسكروتم اهو، ده الليفت سايد وده الرايت سايد اهو، لو كارسنوما هنا اهو تروح للبرا اورتيك ليمف نود، لكن لو الكارسنوما ديت عملت انفيجن للسكين بتاعت السكروتم، السكين بتاع السكروتم اللي فاتت جرين سوبرفيشال انجوينال ليمف نود، فوانس ان عملت انفيجن للسكروتم هلاقي السوبرفيشال انجوينال ليمف نود از ان ار انلارجد. وده عليه سؤال ايضا، واحد عيان عنده كارسنوما بتاع تيسس اون اكزامينيشن سوبرفيشال انجوينال ليمف نود ار انلارجد اند بيوبسي بروفن تو بي كارسنوما، الاكسبلانيشن هو شو ذا فولوينج ذا موست بروبابل اكسبلانيشن فور ساتش اباب، من ضمنها هتلاقي انفيجن اوف ذا سكروت، هي دي الصح انفيجن اوف ذا سكروت. ده بالنسبة للليمفاتيك درينج، الليمفاتيك درينج بتاعت التستس والابديدم از ذا سيم، برا اورتيك ليمف نود البلاس سبلاي بتاعهم ذا سيم، برضه السيكرو ارتكال الفينوس رينج بتاعتهم الاثنين مع بعض. تمام، لكن في حاجة تانية لازم اعرفها، ان ادي التستس اهي وادي الابيديدمس اهي، الفاز هو بيمشي ميديا للتستس واسند ميديا للتستس ويدخل في السيرماتيك كورد لغايه ما يدخل في الانجوانا الكنال ويدخل في البلفس يروح لبروستاتيك يوريثرا، هنعرف بعد كده هيحصل فيه ايه.